السلام عليكم، ده فيديو رقم 18 في ريلز بالعربي. هنتكلم عن generating migrations. عندنا two commands بيجنريتوا migrations. اول واحد ريلز جي migration، وبعد كده migration name بيبقى كامل كيس. جي دي اختصار لجنريت، وفي كوماند تاني ريلز جنريت موديل، ونكتب المودل نيم. احنا زي ما اتفقنا قبل كده لما كنا بنشوف ال MVC موديل اللي هو المرسوم ده، ان الموديل بيبقى متصل بالداتابيز، يبقى دي database table مخصوص يعني. تمام. طيب احنا نجرب اول command ده، هنقول rails generate migration، بعد كده test migration، اسم ال migration بتاعنا test migration. تمام، دوس انتر، هلاقيه عمل لي فايل اسمه تيست، اسمه الاسم الطويل ده كده. طبعا هو ده زي يونيك اي دي كده مخصوص، عشان لو حد عمل كرييشن لحاجة بنفس الاسم، طبعا دي حاجة يعني بعيدة شوية، بس ايه ما يحصلش اي كونفليكت. فهو الفايل ده لو فتحته هلاقي فيه ميثود اسمها تشينج. قلنا ان التشينج دي في الفيديو اللي فات ان احنا ممكن نستبدلها ب اب وعكسها داون. في تشينج هو بيبص في الانستراكشنز اللي في تشينج، او في اللوجيك اللي جواها ده، ويحاول يعمل عكسه. ساعات ما يقدرش يعمل كده، ساعات بيحصل ايرور. تمام، فالاسلم ان انت تستخدم اب وداون. تمام، ساعات بتبقى المايجريشنز بتاعتك معقده زي ما قلنا، فبتضطر انك تستخدم اب وداون، ولكن احنا في الغالب هنستخدم تشينج بس. بس دلوقتي احنا هنعرف ازاي نستخدم اب وداون. تمام. طيب نبص على الحاجة التانية. هنلاقي ان في كوماند اسمه rails generate model. طيب دلوقتي احنا في السي ام اس بتاعنا، في الابلكيشن اللي احنا شغالين فيه دلوقتي في الكورس، عايزين نعمل موديل اسمه يوزر. تمام، الموديل ده احنا عايزين نجنريته برضو، فهنقول rails generate model user ودوس انتر. هلاقيه ان هو بيكرييت migration خاصة بيه، وبيكريت موديل جوه اب مودلز، وعمل فايل جديد اسمه يوزر دوت ار بي. طبعا الموديل ده لازم يبقى واحد بس، ما يبقاش فيه كذا موديل بنفس الاسم. وعامل شويه تيست، يونت تيست. تمام، مالناش دعوه بيها دلوقتي. هنبص على المايجريشن اللي هو عملها، هنلاقي ان هو عمل ميثود، عمل كلاس جديد برضو بينهرت من اكتف ريكورد مايجريشن. الكلاس اسمه كرييت يوزرز. كل اللي بيعمله الكلاس ده هو ميثود واحده اسمها change. change دي برضو ممكن نستبدلها ب up و down. هنبص جوه change كان، لان هو بيكريت تيبل، والتيبل ده اسمه users. زي ما قلنا قبل كده في فيديو بتاع ال databases، ان احنا ال convention بتاع rails لو الموديل بتاعنا اسمه user، يبقى التيبل اللي هو الخاص بيه اسمه users اللي هو الجامعة. تمام، ممكن نستبدل change دي ب up، ونعمل down كمان، عشان زي ما احنا عملنا كريت للتيبل هنا، يبقى نعمل ديليت لي او دروب، بيبقى اسمها دروب تيبل داون، دروب تيبل يوزرز. تمام. طيب نبص هنا كده، هنلاقي ان هو عامل لنا الطريقة بتاعت ان احنا نعمل نيو كولوم. هو دلوقتي احنا عملنا تيبل، يعتبر دي الميثود اللي بتجنريت التيبل. هو بعد ما بيكريت الاوبجكت بتاع التيبل بيحطه هنا في البايب دي، وبعد كده بيكريت تايم ستامب. التايم ستامب ده بيبقى ايه، بيبقى فيه الديت والتايم. تمام، عشان كل يوزر نكريته يبقى يسيف هو اتحط في ساعه كام وفي الوقت ايه بالظبط، الديت ايه والتايم ايه. وطبعا الحته دي اوبشن هنتكلم دلوقتي عليه. طيب احنا عايزين نحط حاجه كمان في التيبل ده. هنبص على الكوماندز اللي بتحط كولوم، هنلاقي بنكتب تي دوت كولوم، وبعد كده بنقول الكولوم نيم، بعد كده التايب، الداتا تايب بتاعه، يعني مثلا سترينج ولا انتجر ولا بوليان ولا ايه بالظبط. وهنشوف التايبس دلوقتي، هنقول تي دوت كولوم، ونقول الكولوم فيرست نيم. تمام، وبعد كده نقول التايب string. بعد كده ممكن نحط options، ممكن ما نحطش، ممكن نقول برضو زي الاوبشن ده كده، نقول ان هو null، ما ينفعش يبقى null.
تمام. يعني لما كرييت نيو يوزر ما ينفعش ان انا احط الفيرست نيم فاضي، تمام. هو ده معنى نال فولس. ممكن كمان نبص على الكوماند التاني اللي بيعمل نفس الموضوع. بنقول تي دوت تايب اللي هو الداتا تايب بتاعنا اللي هو سترينج، اللي هنا في الحاله دي سترينج. ممكن ان احنا نكريت كمان كولن بنفس الفكره، تي دوت سترينج، ونقول لاست نيم، ونقول نال فولس. لو بصينا هنا هنلاقي ان هو بيحط الاوبشنز في الاخر، تمام. بس دي الطريقتين اللي احنا ممكن نكريت بيهم الكولوم. نبص على الداتا تايبس المتاحة عندنا. مش فاكر بصراحة في زيادة ولا لأ يعني، بس ممكن تبصوا في الـ API بتاعة Active Record Migration. هنلاقي ان في باينري ممكن تسيف داتا الباينري والديت، ممكن تحط ديت، ممكن تحط تايم، ممكن تحط بوليان ترو فولس، ممكن تحط ديت تايم زي التايم ستامب كده برضو، وديسيمال ممكن تحط ارقام بالديسيمال وانتجر، وعندك هنا تكست، وفي فلوت، وفي سترينج اللي احنا بنستخدمه. طبعا الفرق ما بين التكست والفلوت والسترينج ان السترينج ده ليه سايز معينة، تمام، يعني بيسيف لحد طول معين من السترينج. انما التكست ده لما انت مثلا بتبقى بتملى فورم مثلا او فيدباك، تلاقيه حاطط لك مكان كبير قوي كده عشان تكتب الكومنتس بتاعتك مثلا عن سيشن معينه انت خدتها او اي حاجه، فده التكست بيتسيف في تكست. انما سترينج بتسيف فيه اسمك، تمام. انما الكولوم اوبشن ممكن تلاقي فيه ليميت، ممكن تحط ليميت معين لكولوم معين، ممكن تحط الديفولت فاليو بتاعه. يعني لو اليوزر ما عملش فاليو معينه في فيلد معين في التيبل، يبقى انت تحط ايه الديفولت فاليو بتاعته لوحدك، زي ما احنا شفنا قبل كده برضو نال. دي الاوبشن اللي اسمه نال، بتقول ترو او فولس، تمام. هي اصلا تقريبا الديفولت بتاعها انها ترو. عايز تغيره بتقول انها فولس. البريسيشن بقى دي والسكيل مش مشكلة يعني، اكيد هم شارحين نفسهم. بس كده، ده كل نقدر نقوله عن الكرييت بتاع التيبل والاوبشنز بتاعته، والطريقة بتاعت ازاي انك تعمل كولوم في التيبل. شكرا والسلام عليكم.